اهلا وسهلا بمتتبعين الكرام، متتبعين قناة شوف تي في. انتم الان على المباشر من تازة العليا، وبالضبط امام قاعة المخطاط بتازة العليا. نشوفوا يعني هذه القاعة المخطاط، يعني اللي هي جميلة بزاف وزوينة، يعني كما كتشوفوا راه مغلقة بسبب كورونا يعني للأسف. يعني هذه القاعة المخططة اللي كيزولوا فيها جميع الأنشطة، منها الباسكيت والهوند، كرة السلة. يعني قاعة المخطط في المستوى المطلوب. كيجاورو كذلك قاعة الملعب كرة القدم، وكذلك كيجاورو مسرح البلدي كذلك. يعني هذا الشيء كيكون كاين في قرب السكينة. شوفوه قاعة المخطط كي داير من داخل. كما كتشوفوا معايا مدخل الجمهور، كذلك ملعب كرة القدم. تازة العليا كما كتشوفوا معايا المنظر جميل، يعني في المستوى هاد القاعات المغطاة، يعني قدر الله يعني مزاولات الرياضة يعني توقفت حاليا بسبب كورونا. يعني قاعات المغطاة اللي راه جد المستوى المطلوب.
هذا القاعة المغطاة كيتواجد في التزا الفوق قرب حي الكوشة وباب طيطاي. ما شاء الله، كنشكر كذلك السلطات المحلية بمدينة تازة، كنشكرهم الشكر الكبير من موقع قناة شوف تي في. أتمنىكم تكونوا في أحسن الظروف. تحياتي، نتلاقاو في بث آخر إن شاء الله بحول الله، وخليتكم في راحة الله إن شاء الله. مع السلامة متتبعينا الكرام، متتبعين قناة شوف تي في. كان معكم مراسل سفيان.